الله واخواننا الاعزاء على غرار فيديو من الجاني ومن المسؤول بفضل الله سبحانه وتعالى وقوه ربنا معانا ان احنا قدرنا نعدي مرحله صعبه جدا اللي كانت في فيديو من الجاني ومن المسؤول في اهدار اموال الناس. بفضل الله ربنا كرمنا وعملنا الصح واللازم للعميل. الحاجات اللي كانت مدفونه جوه وطلعناها بره، القصه دي كلها هنشوفها مع بعض دلوقتي. طبعا رقم واحد كان الخلاط ده كان على وش الحائط. لو حضراتكم تفتكروا كان الخلاط مدفون 10 سنتي. انا عملت ايه سيادتك؟ عملت بوكس داخلي تجويف، احط استندات عليها شنطات زي الرف ده هنا كده حضرتك، وفي نفس الوقت عالجت الخلاط بتاعي وركبت الخلاط بدون تطوير 10 سم وبدون الكلام اللي كان حاصل فيه ده كله، والشكل الجمالي الحمام اتشطب معايا والبانيو اتشطب معايا والكهرباء اللي احنا حطيناها سداده وعملنا الكهرباء بتاعتنا خارجيه من الخارج. ده اللي انا بقوله. ليه تدفع مرتين؟ لان ممكن تدفع مره واحده اخد الواين بتاعي، اخد الشكل بتاعي، يجي معايا الخلاط مظبوط. لما يتفق معاك حاول ما تكسرش كتير ونعمل بوكس تجويف داخلي والموضوع بينتهي معايا تماما. التويلت طبعا كان عالي وطبعا ما كانش هينفع نكسر على التويلت. العميل رضي بالامر الواقع وعملنا التويلت عالي 7 سم. بص التويلت العالي 7 سم لو انا جيت اقعد عليه، لا بص مفيش قاعدة. بص البطن هنا مش القاعدة الطبيعية، الطبيعي ان هو يكون 7 سم تلاقي نفسك بص انا قاعد ويكاد يكون انا طويل ومحمل على رجليا، انما الطبيعي ان هو يكون اقطع شوية تكون الدنيا معاك لذيذة وجميلة. طبعا احنا اللي اكبرنا ما نكسرش على المكان ده، البورسلين ده ما كانش موجود في شركة جوارة وظل اكبرنا على ذلك، بس ما استسلمناش وركبنا المسلوب ال 90 في متر و10 في 110 وطلعناها رباط في رباط بره وظبطنا الدنيا. عملنا الحوض بتاعنا، عملنا شياكتنا، اناقضنا، عملنا على قد ما نقدر على قد ما نقدر حاولنا نعدي الصعب على قد ما نقدر حاولنا نعدي الصعب وركبنا الشغل اللي يعيش مع العميل فترات من الزمن كبيره. ده اللي احنا بنقوله، ما تدفعش مرتين وتدفع مره واحده مع صنيعي فاهم او مهندس فاهم. سيبك من المهندسين الدخلاء على مهنه الهندسه اللي هو بيبقى مقاول وعمل نفسه مهندس او هو خريج جامعه ما وبقى مهندس، لا خليك مع المهندس، مع كلمه مهندس هيفيدك في بيتك. ارجو ان اعجبكم وانتظرونا على صفحه صباك شاطر على الفيسبوك وكمان صباك شاطر على اليوتيوب.